يكون فيه عمل إيجابي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية لما اعترفوا بالجريمة اللي ارتكبها بابون في 1961. خطوة إيجابية. اليوم فيه فريق مختلط يخدم على الذاكرة، وأنا قلت الذاكرة ما نتخلاوش عليها، الذاكرة ملف الذاكرة ماشي، وبالإضافة إلى أننا اليوم أصبحنا دولة فاعلة في البحر الأبيض المتوسط. سي une nouvelle page qui une refondation des relations مع l'ancien colonisateur sans laisser un millimètre من شيء اللي الواجب نتاعنا إزاء شهدائنا، شهداء مقاومة وشهداء حرب التحرير.